قلبك انت فرحي ونبع سلامي ومعك حياتي ليها هدف ومعنى سامي حد عارف التريمة اللي جاية بتقول ايه؟ حد عارفها؟ بتقول ايه؟ ها؟ رب سبحانك تقولها؟ يا رب سبحانك انت الجمال انت الكمال امين؟ انت اللي بتمشي الغيوم سبحانك انت اللي شقيت البحور وسط الصخور وانت اللي فارش ارضنا ورد وزهور يا رب سبحانك اللي شقيت البحور وسط الصخور وانت اللي فارش أرضنا ورد وزهور وبحكمتك وبقدرتك الأرض والأفلاك تدور وفي كل صبح جديد نسمع أناشيد الطيور والشمس بعد الضلمة تملى الأرض نور وفي كل صبح جديد نسمع أناشيد الطيور والشمس بعد الضلمة تملى الأرض نور يا رب سبحانك انت الجلال انت الكمال انت النموذج والمثال يا رب سبحانك انت الجلال وانت الكمال انت النموذج والمثال جميل ومال الكون بأسباب بأسباب الجمال انت اللي بتمشي الغيوم وانت اللي بتعلي الجبال انت اللي نورت النجوم وانت اللي دورت الهلال انت اللي بتمشي الغيوم وانت اللي بتعلي الجبال انت اللي نورت النجوم وانت اللي دورت الهلال انت اللي خليت الطبيعة بقدرتك احلى واجمل من الخيال وبلمسة الفنان بترسم ارضنا وتوزع النور والظلال انت اللي خليت الطبيعة بقدرتك احلى واجمل من الخيال وبلمسة الفنان بترسم ارضنا وتوزع النور والظلال يا رب سبحانك انت الجلال
سبحانك انت الجلال وانت الكمال انت النموذج والمثال جميل ومال الكون باسباب الجمال جميل ومال الكون باسباب الجمال يا خالق الاكوان والناس بنسمة فيها حياة كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله تاني مع بعض يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله تشبعنا بالرضا وتخفف الأوجاع المن النازل من السماء ومشبع الجياع إيدك تشبعنا بالرضا وتخفف الأوجاع هللويا لاسم يسوع أبرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان أبرع جمال ومش بيكون خجلان هللويا هللويا لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع حنن ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين شافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين حنن ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين شافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين هللويا 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 لاسم يسوع هنقول عددين مع بعض واحنا واقفين مع بعض نقول له كده ما فارقنيش ابدا عددين فقط عشان وقتنا دوب قلبي حنانك سيدي وسبني ما بين حمد وتسبيح ثلاث دقايق مرة تعبد مرة تسند مرة تشدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد ارجع ولاك ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده أبداً أبداً أحسانك لا ما فارقني
رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتني. تاني مع بعض كلنا. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، لا ما فارقنيش من وأنا لسه رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش. مرة تعبد مرة تسند مرة تشدد وأنا وياك، والمرات التانية ما بعيد أرجع وألقاك ما نسيتنيش. مرة تعبد مرة تسند مرة تشدد وأنا وياك، والمرات التانية ما بعيد أرجع وألقاك ما نسيتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، لا ما فارقنيش مع بعض ما فارقنيش أبدا أبدا. من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابت. وما بلاقي النفس انهارت تحت رحايك شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب قلبك وأصرخ ما تسيبنيش. وما بلاقي النفس انهارت تحت رحايك شك وضيق، والنوم هارب مني أطالب قلبك وأصرخ ما تسيبنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، لا ما فارق. تغنى مع بعض. فارقنيش رحم الأم الرحمة شالتني. تعالوا نختم بالعدد الأخير. دوب قلبي حنانك سيدي وسبني ما بين حمد وتسبيح، وأنا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. دوب قلبي حنانك سيدي وسبني ما بين حمد وتسبيح، وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك، لا ما فارقنيش ما فارقنيش ما شالتني وما سابتنيش. أمين. اتفضلوا.
صباح الخير. أقدر لكم good morning. إحنا فعلاً سعداء جداً بالوقت الرائع اللي قضيناه مع بعض عشان نتعلم من كلمة الله الصادقة. وأعتقد إن إحنا دلوقتي لما نبتدي نقرأ في رؤيا 4 ونسمع الترنيمة اللي بتترنم في السماء، أنت مستحق أن تأخذ القوة والمجد والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لما هنقرأ الأعداد دي هنقرأها برؤية مختلفة دلوقتي. بعد الوقت اللي قضيناه مع بعض في المؤتمر هنشوف الأعداد دي ونبقى واثقين وإحنا بنقولها، إنه لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. تخيلوا إن الله اللي خلق والطبيعة عمالة تمجده، إحنا على الأرض على البشر هنا على الأرض بنقوله لا الحقيقة أنت ما خلقتش، لا الحقيقة دي جت بالصدفة، الحقيقة دي شوية تفاعلات كيماوية عملتنا. قد إيه مش عارف قلب الله قد إيه بينكسر لما يشوفنا بنعمل كده. بعد المؤتمر ده أعتقد إن إحنا هنغير اتجاهنا بالكامل، وهنبقى فخورين بإن إحنا نقول لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. المحاضرة النهاردة هتكون عن برج بابل وتشتت المجموعات البشرية وتشتت اللغات أو مجموعات اللغات، وليه عندنا أشكال مختلفة إذا كنا جايين من أب وأم أصليين وآدم وحواء، وحاجات تانية كتيرة في حول هذا الموضوع. تمام؟ عايز أفكركم بالترتيب اللي احنا بماشيين بيه بالضبط، اللي هو السبع أزمنة اللي بتحكي تاريخ البشرية، وهم اسمهم السيفن سيز بالإنجليزي لأنهم بيبتدوا بحرف السي. هقولهم مرة بالإنجليزي وبعد كده هنتكلم بيهم بالعربي: creation, corruption, catastrophe, confusion, Christ, cross, consummation. لكن خلينا ايه نتكلم بالعربي. فبنبتدي بالخليقة، وإحنا قضينا وقت طويل نتكلم عن النشوء والارتقاء وعن البيج بانج وحاجات زي كده. وبعدين نمرة 2 الفساد، دخول الخطية إلى العالم، وده كان ليه تأثير مدمر، سبب الطفرات والموت اللي دخل للعالم. وبعد كده بحوالي 1600 سنة كان في الكارثة العملاقة اللي غطت العالم كله، طوفان نوح اللي استمر 371 يوم، وكان ليه تأثير جيولوجي كبير، وشفنا الفلك وحجم الفلك وكل القضايا الجميلة دي اللي تقدروا ترجعوا لها في الحلقات السابقة. النهاردة حديثنا هيكون عن التشويش اللي حصل في برج بابل بعد ما خرج نوح وأولاده ونسائهم وابتدوا يتكاثروا، تجمعوا في أرض شنعار وما توزعوش حسب فكر الرب، وهنشوف الأحداث دي. بعد كده من حوالي 2000 سنة جاء الرب يسوع المخلص إلى العالم عشان يفدي الإنسان، وذهب إلى الصليب عشان يدفع الثمن، ونحن ننتظر ظهوره مرة تانية عشان يختطف، عشان الكنيسة تتغير وتبقى معاه. السيفن سيز دول مرتبطين ببعض بطريقة ظريفة قوي. فلو بصينا في نمرة 1 كانت الخليقة كاملة وما فيهاش أي خطية وما فيهاش أي زلازل ولا براكين. لما نبص لنمرة 7 هنلاقي في الاكتمال، في المجيء الثاني، في السماء الجديدة والأرض الجديدة، مش هيكون في حزن ولا ألم ولا مرض ولا موت. لما نبص لنمرة 2 الفساد، دخول الخطية إلى العالم، ده حصلت بإن آدم وحواء أكلوا من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. والرب يسوع في نمرة 6 علق على شجرة على الصليب لكي يحمل خطايانا. نشوف في الكارثة نمرة 3 إنه الرب قضى وكان لازم يقضي على الشر اللي حصل، كان لازم يعاقب الشر، وإلا ما يبقاش إله عادل. عشان ولكن في نفس الوقت هو أظهر نعمته بأنه دبر الفلك، والناس كان ممكن تدخل وتنجو بس هم اللي ما أمنوش. في نمرة 5 بنشوف المسيح هو فلك النجاة، فالله أوقع عقوبة الخطية على المسيح لأنه حمل في جسده عقوبة خطايانا، فبنشوف التناسق بعد كده. ونمرة 4 اللي هي التشويش اللي هنتكلم عنه النهاردة، ده مش هيكون في السماء لأن هتكون في لغة واحدة، لغة نمجد بيها الله ونحمد بيها الله على طول. عشان كده أنا بس عايز أفكركم بالسبع أزمنة دول وعلاقتهم ببعض. وفي الرسمة اللي حطينها قدامكم حاطين الخليقة والاكتمال باللون الأبيض، لأنه دول بيورونا أنه ده كان الكمال، وهنرجع تاني للكمال مرة تانية لما يجي الرب يسوع مرة تانية. عشان كده برضو هكرر وأقول أن العالم بيهاجم الكتاب المقدس في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين،
من 1 لـ11 لأن دي أساس الإيمان المسيحي، فلو هد الأساسات كله هينهار. فالعالم عايزنا إن إحنا نلغي الخليقة، نلغي الخطية، يقول لك الخطية دي حاجة نسبية، الناس تشوفها صح تشوفها غلط، يعني أنت مالك؟ الحكاية مش كده. الله حط ستاندرز، حط معدل أو حط مقاييس ولازم نلتزم بيها. وبعدين كلهم بينفوا الطوفان زي ما عرفنا، وبعض الناس بتقول إن الطوفان محلي، كلمنا في الأمور دي بالتفصيل. وبعدين بيقولوا برج بابل ده ما حصلش والكلام ده كله. لو لغينا الأربعة الأولانيين الثلاثة اللي بعديهم هيتأثروا، يبقى مجيء المسيح جاه بلا هدف، إنه الصليب ملوش معنى لأن ما فيش غفران لخطايا اتعملت، إنه المجيء الثاني ده ما حدش بيصدق فيه، هم بيقولوا إن إحنا هنعيش ونموت ولما موت هبقى عارف إن أنا موت وانتهينا على كده. ودي حاجات أنا بس براجعها بسرعة معاكم. عشان كده هنتكلم عن السلالات البشرية النهاردة، وهنتكلم بوضوح على فكر الله في هذا الموضوع. فهنبص في بداية السلايد اللي قدامنا، بنقول إن إحنا سلالة واحدة، جنس بشري واحد، وهناك مجموعات بشرية، وده شيء مهم قوي. إحنا مش أجناس، وهنتكلم عن ده برضو بالتفصيل. فالكتاب المقدس بيذكر خلق آدم وحواء، وده طبعا خلق متميز، ما جيناش من كائنات تطورت من حاجات أقل لحاجات أعلى. وبعد كده الكتاب المقدس بيذكر عدد في منتهى الأهمية بقى، في تكوين 5:4 بيقول إن آدم وحواء كان لهم إيه؟ أبناء وبنات كثيرين. ده عدد محوري أعتقد إن إحنا عدينا عليه مراراً كثيراً من غير ما نخلي بالنا منه، وأنا كمان عملت كده على فكرة، تمام؟ لما بقول إحنا أنا معاكم، عديت على العدد ده مرات كثيرة وأنا بقرأ الكتاب المقدس وما حسيتش بأهميته. أهميته بقى في إيه؟ لأن الناس بيقولوا طيب كان في آدم وحواء وبعدين قايين وهابيل، طب قايين ده جاب زوجته منين؟ دي كانت مشكلة كبيرة. لما نقرأ ونعرف إنه آدم وحواء كان لهم أبناء وبنات كثيرين، يبقى اتجوز أخته، نقول اتجوز أخته يا خبر، حرام ما ينفعش. عارفين حرام ما ينفعش ليه؟ علشان إحنا لما بنتجوز بنتجوز من الجنس البشري، فبنتجوز قرايبنا البعاد. المشكلة إن إحنا ما نتجوزش قرايبنا القريبين قوي، الأخت. في الأول كان الجينيتيك بول كان نقي، يعني إيه؟ الصفات الوراثية نقية، ما فيش الطفرات العشوائية اللي بتعمل أمراض، فكان زواج الأقارب القريبين قوي مش مشكلة، لأن الصفات المتنحية مش هتظهر في الجيل اللي بعده، تمام؟ لكن بعد ما البشر تكاثروا وابتدت الميوتيشنز دي تحصل اللي هي الطفرات، الرب بعد كده في موسى بعد حوالي 2700 سنة بيقول لهم زواج الأقارب الإخوات ده مش مقبول، لأن في فرايتي، في تشكيلة كبيرة دلوقتي عشان توزيع الجينات والبول بتاع الجينات. أرجو النقطة دي تكون واضحة. فنقول إن قايين تزوج أخته، صح ومش غلط. ليه؟ لأن كان في نقاء في الجنس البشري، النقاء ده باظ عبر السنين. علشان كده تلاقوا مثلا في الواحات أو الأماكن المغلقة اللي الناس بتتجوز من بعضها، تلاقي الصفات المتنحية ابتدت تظهر أكتر، تمام؟ الموقف ده ما كانش موجود مع قايين. أنا حبيت أقف قدام العدد ده بس عشان أوريكم عدد بسيط في سفر التكوين بنعدي عليه بمرور الكرام. أقول لكم أنا عملت كده، بنعدي عليه مرور الكرام، لكنه عدد محوري بيقول لنا كان لي بنين وبنات. الكتاب المقدس مش بيشكر كل الأسماء وكل الحاجات، زي ما عرفنا في محاضرة سابقة امبارح إنه الكتاب المقدس هو فكر الله لينا وتعاملاته مع البشر عشان يوصلنا للمسيح. ففي حاجات فرعية كتيرة 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 مش بيسجلها، وإلا كان هيبقى كتاب ما نعرفش نحطه في قاعة زي كده من قطرة المعلومات اللي فيه، تمام؟ لكن الخط اللي الله عايز يوجهنا فيه واضح ودقيق وموحى به كلمة ومعنى. بعد كده في حدث تاني عملاق بنشوفه، نوح وبنوه. الحدث العملاق ده هو الطوفان العالمي، وفي 8 أشخاص بس اللي نجوا، مفيش حد تاني. على فكرة لما تقروا بعض الأساطير بقى يقول لك واحد من أولاد نوح مرضيش يدخل، وحاجات بقى كده إيه يعني ملهاش معنى. عارفين المشكلة في ده إيه؟ لما يطلع فيلم زي فيلم نوح اللي اتعرض تلاقي فيه شوية حق وشوية إيه ضلال، فلما تخلط الحق على الضلال الناس تفتكر إنهم عارفة النص الكتابي،
ومحدش قرأ النص الكتابي بدقة. ده احنا حتى المؤمنين، معلش وانا واحد منهم، ما قرناهوش بدقة لفترة طويلة. فالأفلام والحاجات دي اللي بنشوفها لازم نكون واعيين قوي، لأنها بتدخل جوه مخنا وجوه الناس. لازم يبقى عندنا فلتر نصفي، نقول مين الحق ومين الباطل، مهمة قوي. فعندنا حدث كبير قوي حصل بعد حوالي 1600 سنة من الخليقة، هو حدث الطوفان العالمي، ودخل نوح وزوجته وأولاده الثلاثة سام وحام ويافس وزوجتهم، وعاشوا لمدة 371 يوم في الفلك، وبعدين خرجوا وابتدوا يتكاثروا أولاد نوح، وعندنا دلوقتي الجنس السام وحام ويافس. ده لسه بنرجع لهؤلاء الثلاثة. شوفوا قد إيه كلام الكتاب صادق ومهم. وابتدوا يتكاثروا وقعدوا في منطقة شنعار، ومحبوش يتوزعوا، مع أن أمر الله ليهم أنهم يتوزعوا في العالم ويثمروا ويملأوا الأرض. فكانت النتيجة أنهم حبوا يتمردوا على الله مرة تانية. التمرد بتاع نمرة اتنين ده، كانوا عايزين يبنوا برج يرتفع إلى السماء. إحنا عندنا انطباع أنهم عايزين يعملوا برج يوصل بالأرض والسماء، ونضحك عليهم ونقول مش ممكن طبعاً تعمل مبنى يوصل من الأرض للسماء. النص ما بيقولش كده. النص بيقول أنهم كانوا عايزين يبنوا برج يتجه إلى السماء، والغرض منه ده المفسرين بقى بيقولوا أنه كانوا عايزين يعبدوا الأصنام على قمة هذه المرتفعة. ودي كانت مشكلة مع بني إسرائيل بعدين، المرتفعات. فكانوا بيطلعوا على أماكن عالية عشان يعبدوا النجوم والشمس والقمر وبعض الأصنام اللي هم عملوها. فالرب قال لا يمتنع، وهم بيبنوا على فكرة برج ومدينة اثنين مع بعض. الرب قال لا يمتنع عليهم ما يريدون. فاكرين في الميثاق اللي عمله الرب مع نوح بعد الطوفان؟ قال إني مش هرجع أدمر الأرض بطوفان عالمي مرة تانية. وبالتالي العقوبة اللي هيحطها الرب على هؤلاء الناس مش ممكن تكون طوفان عالمي مرة تانية. العقوبة المرة دي كانت مختلفة. العقوبة كانت إن يشتت ألسنتهم، ما يفهموش بعض، وبعدين يتوزعوا إلى مجموعات بشرية مختلفة. مرات على فكرة لما تحكوا الحكاية دي المدارس الأحد، وخلي بالكم هتكلم في الآخر إزاي لازم نعلم أولادنا، مرات نقول الناس ابتدوا يتكلموا إنجليزي وفرنساوي وألماني. لا، دول مشتقات من لغات أصلية برضو، تمام؟ فدي مشتقات من لغات أصلية، مش إنجليزي وبتاع ده. أنا ما نعرفش إيه هي اللغات الأصلية، ده موضوع تاني كبير مش هدخل فيه دلوقتي. كانت النتيجة أن الناس اتفرقوا، وده حدث برج بابل اللي فرق الناس وعمل اللغات، أو الرب قسم ألسنتهم. وعمل حاجة تانية، عمل شيفتنج للجينيتك بول، يعني في مجموعات من البشر راحوا في حتة وابتدوا يتكاثروا، فابتدت صفات تظهر فيهم، فحصل حاجة اسمها جينيتك دريفت وجينيتك شيفت. مش مهم ندخل في التفصيلات دي دلوقتي، لكن حصل ان في مجموعات بقى لها صفات مميزة. فانت ما تشوف ناس من اليابان او الصين ليهم شكل معين، وتلاقي ناس تانية في القوقازي في اوروبا ليهم شكل مختلف، ناس في الشرق الأوسط ليهم شرق مختلف. ده تجميعات جينية، وهوريكم الاحتمالات اللي ممكن تكون هتلاقوها مهولة، لتجميع جينات جينات جينات، فتعمل أشكال وصفات مرتبطة بالمكان. لكن طبعاً الناس بتهاجر، فممكن واحد يكون مثلاً أمريكاني يتجوز واحدة صينية، تلاقي أولادهم خليط بين الأمريكاني والصيني، يبقى شكلهم حلو قوي على فكرة. فدي تشكيلات. مش معنى كده أنك تقول إن في مجموعة راحت تبقى هي دي وخلاص، لا، في ميكسينج لسه بيحصل، بس على مستوى أقل شوية من اللي حصل في برج بابل. كويس إن إحنا نفهم الحاجات دي على فكرة، بالحق كويس ومهم لإيماننا المسيحي. فكرتكم بالصورة اللي أنا كنت حطيتها في مرة قبل كده، لما قالوا ده النشوء والارتقاء، بيقولوا في جد تخيلي أعظم، حتى من اسمه يا جماعة هو تخيلي، وإن إحنا ما عندناش صورة ليه وما عندناش حفريات ليه، احنا بنتخيله في مخنا. هو مش موجود، مش موجود، صدقوني مش موجود، لكن احنا بنتخيله علشان عايزين نتخيله، عشان لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم. ده السبب مش العلم. وزي ما قلت لكم وانا بدرس في ثانوي، كانوا بيقولوا لنا في الجنس الاسترالي والنيجيري والمنغولي والقوقازي، دي الاجناس البشريه. وأنا كان لازم أكتب كده في الامتحان عشان أنجح وأجيب المجموع اللي يساعدني أن أحقق اللي أنا عايز أعمله في حياتي. لكن عملوا حاجة اسمها مابينج للهيومن جينوم، عملوا رسم للخريطة الجينية بتاعة البني أدمين.
فخدوا جينات من ناس في أماكن مختلفة، مجموعات بشرية مختلفة، ورسموا الخريطة ووصلوا قرار، قالوا كلنا متشابهين بنسبة كبيرة جداً جداً جداً، لدرجة إن إحنا كلنا جنس واحد. لما أعلنوا البيان الهام ده وكان حاجة يعني مثيرة جداً، قلت لهم شكراً أنا أعرف كده من تكوين أصحاح واحد، لأن الله خلق آدم وحواء بالجينيتك بول ده اللي يتحرك لهذه الأمور. وفاكرين إن إحنا غيرنا الصورة وحطينا الجدة التخيلية العظمى، حطينا لها ميك أب بس عشان تبقى إيه الجدة التخيلية العظمى، ما إحنا أحرار بقى نعمل اللي إحنا عايزينه. عشان كده عايز أوريكم فيلم صغير قوي 3 دقايق، بيقول Made in God's Image، إحنا صنعنا، الله خلقنا على صورته، وهنفهم يعني إيه الصورة دي والسلطة المرتبطة بيها. عايزكم تتفرجوا على اللقطة دي 3 دقايق وتركزوا معاها، كل ده ناطق بالعربي فهيكون أسهل علينا النهاردة، أوكي؟ للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء، أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض. أعتقد اللقطة البسيطة دي بتورينا إزاي الله في محبته جاب لنا هذه الخليقة الرائعة أن يعملنا على صورته. أنا بعتذر على أني أنا كنت بشغله من هنا والكنترول روم بيشغل للعالم كله من مكان تاني، فحصل شوية لخبطة. في الأفلام الجاية هتشوفوها أوضح من كده. المهم أني في الفيلم ده الله المنتج بيقول أن الصورة دي بتمثل السلطة، وجاب مثال للتماثيل اللي كان بيعملها مثلا رمسيس في الحضارة المصرية القديمة، وبيحطها في الجنوب خالص علشان الناس اللي عايشين في الجنوب هو مش عايش معاهم، بس لهم أدي صورتي هو خافوا مني يعني احترموني، تمام؟ فإحنا صورة الله، فإحنا اللي بنعلن الله للعالم، فإحنا مش جايين من حاجات أقل مننا زي الإيبس وتحولنا البني أدمين. بعد كده يا ترى إحنا on على السكرين يا ثانكس. أوكي. طيب ليه بقى إحنا اللي اتعملنا على صورة الله في آدم وحواء لينا أشكال مختلفة، ولينا شكل العينين مختلف، شكل الشعر مختلف، المناخير والبق وتقسيمات الوش مختلفة، ليه ده كله حاصل؟ عايز أفرجكم على فيلم تاني برضو صغير، أرجو إن إحنا نكون متناسقين مع الكنترول روم هنا. بيوريكم الدومينيان، السلطة اللي الله أعطاها لآدم وحواء.
تعالوا نشوف الفيلم ده مع بعض. في ختام الخليقة عمل الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم، وقال ليتسلطوا على كل الأرض. إن السلطان يعني أكثر من الحكم عن بعد، إنه يتطلب التدخل الشخصي. بينما يعتني الله بخليقته بأيد غير منظورة، فإن البشر المخلوقين على صورته مدعوون لأن يعتنوا بالخليقة بأيد ظاهرة. وبينما يتسلط الله على خليقته ويحكمها بسلطة غير منظورة، فإن البشر عليهم أن يخضعوا الأرض بطرق منظورة في الحكم والسلطان. وهبنا الله أيضاً صفات معينة، الذكاء، الإبداع، اللغة، لنتمكن من التسلط جيداً. أول مهمة أوكلت لآدم كانت أن يدعو الحيوانات بأسماء. امتياز التسمية مسؤولية جسيمة، كأب أو أم يسمون وليدهم. في الكتاب المقدس فعل التسمية مليء بالمعنى، إنه دليل على السلطان وعلى المعرفة الشخصية بالشيء الذي يسمى، كما دعا الله الصباح والمساء والسماء والأرض. بالنسبة لآدم كانت تسمية الحيوانات أول خطوة لممارسة سلطانه عليها، فمسؤولية الإنسان هي أن يدرس العالم ويفهمه كي يستطيع أن يحكم بالحكمة. بالنسبة لكل منا امتياز السلطان يتبعه مسؤولية كبيرة، سيطلب منا أن نعطي حسابا لله عن كيفية اهتمامنا بخليقته، كيف أحببنا، كيف حكمنا، كيف تسلطنا. باختصار سوف نحاسب على كيفية خدمتنا لله كوكلاء على خليقته. فالله أعطى آدم وحواء السلطان على الخليقة لأنهم رأس الخليقة، والسلطان مش معناه الاستبداد، السلطان معناه المسؤولية وأن يعتنوا بخليقة الله. عشان كده إحنا بنعتني بالبشر اللي حوالينا، عشان كده إحنا بنعتني بالجنين وبنقول إن الإجهاض الغير طبي غلط. الأمور دي مهمة جداً، إن الإنسان المؤمن مبادئه أعلى من المبادئ البشرية اللي الناس بتحاول توصل لها، لأني الله أعطانا سلطان عشان نعتني. بس على فكرة عشان نعتني مرات نحتاج نقص غابة مثلاً عشان تنمو تاني. الاعتناء مش معناه إن إحنا نسيب الدنيا كده تنمو بطريقتها، ممكن يكون الاعتناء نوع من التدخل في ما صنعه الله. تعالوا بينا نشوف في أعمال 17 لما الرسول بولس كان واقف في أثينا وبيكلم الفلاسفة وقال لهم الله الذي خلق العالم وكل ما فيه صنع من دم واحد كل أمة من الناس. فالرسول بولس بيؤكد أن احنا كلنا صنعنا من دم واحد، يعني من أصل واحد. ودي الأشكال المختلفة اللي بنشوفها من وقت لآخر، الهنود الحمر، بنشوف اليلو، المجموعة شرق آسيا، بنشوف الناس اللي بنقول عليهم بلاك، الناس اللي بنقول عليهم وايت. السلايد ده مهم قوي، ده بيقول لنا ايه الاحتمالات اللي ممكن تتكون، ده احتمالات رياضية، تتكون من زواج اثنين بشر مع بعض. الاحتمالات دي ان جين يجي مكان جين، انه حاجات كده وكلها سليمة ما فيهاش طفرات ولا بتاع. 10^217 ده رقم ما يتنطقش، سام 2000 تمام، شكرا، انا قلت 200 صح، سوري متاسف. شوفوا الرقم اللي قدامنا 10^2017 ده رقم ما يتنطقش، رقم قدامه 2017 نقطه. دي معناها ايه؟ ان التباديل والتوافيق اللي فيهم تعمل الاشكال دي. هضرب لكم مثال بسيط. عارفين الكريدت كارد بتاعك ليه 4 أرقام، تفضل تغير فيهم كل الناس بال4 أرقام دول، شوفوا كم واحد عايش في الدنيا يقدر يحرك الأرقام دي، ومرة يجيب واحد قبل ومرة واحد بعد مش عارف ايه، ومكفية الدنيا كلها، مش كده برضو؟ تخيل بقى التغير في 2017 رقم. دي الاحتمالات الرياضية، مش ده اللي بيحصل في الجواز على فكرة، دي الاحتمالات الرياضية لاحتمالات ظهور طفل فيه صفات مختلفة. بيقدروا ان كل الموليكيولز اللي في العالم 10^80. تخيلوا الفرص بتاعه التغييرات اللي تحصل في الشكل في العالم مهوله مهوله. تمام، ارجو الفكره الرياضيه دي تساعدنا بس يبقى عندنا احساس
بإمكانية التشكيلات المختلفة اللي ممكن تنشأ بالتقاء رجل وامرأة في الزواج. أوكي. السلايد ده مكتوب بالإنجليزي ودكتور فريد بيقول لي أشرحه بالعربي. هقرأه بالإنجليزي عشان نسمعه بالأول. Number of children one man and one woman could have throughout two children looking the same. يعني إيه؟ يعني الاحتمالات إنه راجل ومراته يتجوزوا ويخلفوا طفلين ما يطلعوش زي بعض بالضبط. الاحتمالات دي 10 أس 2017. يعني المتغيرات الكتيرة اللي ممكن تكون في الأبناء لا نهائية بمعنى آخر. فعشان كده التغيرات البسيطة اللي فينا كلنا وإحنا هنا وفي العالم كله 7 بليون وشوية اللي عايشين اليومين دول، كل ده منطقيا ورياضيا مقبول. وضحت الفكرة؟ عظيم. طيب احنا بنقول ان الناس عادة بنقسمها حسب لون الجلد، لكن ممكن نقسمهم حسب السوشيال كلاس اللي هو الحالة الاجتماعية. في تقسيمات كتيرة، لكن التقسيمات المشهورة هي التقسيمات من حيث لون الجلد. عشان كده عايز اوريكم فيلم ارجو انكم تتفرجوا عليه، ده حوالي 3 دقايق بيتكلم عن لون الجلد وان احنا كلنا جنس واحد بس لينا الوان مختلفة. يا ترى جاهزين؟ كيف يمكن أن يكون هناك أجناس بهذه الكثرة في العالم إذا كنا جميعاً أحفاد آدم وحواء؟ حسناً، تحقق من هذا. أول شيء، دعنا نتكلم عن كلمة جنس. أحياناً عندما يستعمل الناس هذه الكلمة، يفترضون أن جنساً أو أجناساً من الناس تطورت في أزمنة وأماكن مختلفة. هذا ليس صحيحاً. بالطبع، نحن نستخدم كلمة جنس للتمييز بين مجموعات من البشر طبقاً لسماتهم البدنية، تحديداً لون بشرتهم. لكن هل هناك حقاً أجناس مختلفة؟ خذ مثلاً ما هو مكتوب في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 26، أن الله خلق من إنسان واحد كل أمة من الناس. من الواضح إذن أن الكتاب المقدس يعلم أنه يوجد جنس واحد، الجنس البشري. والكتاب المقدس يوضح أيضاً أن كل البشر الموجودين على الأرض ينحدرون من سلالة آدم وحواء اللذان خلقهما الله. اقرأ سفر التكوين الأصحاح الأول والآيات 26 إلى 28. سهل جداً، خلق الله اثنان على صورته ذكراً وأنثى وأمرهما أن يكثرا ويملأ الأرض. إذن آدم وحواء هما أبواء الجنس البشري، من ثم أولادهما أنجبوا أولاداً، وهؤلاء بدورهم أنجبوا أولاداً، وهلما جرى لأجيال عديدة حتى نصل إلى سفر التكوين الأصحاح 6 والآية 9، إذ تناقص تعداد البشر إلى 8 فقط الذين نجوا بواسطة فلك من طوفان عالمي. وهكذا إذ خرج هؤلاء الناجون من الفلك طبقاً لسفر التكوين الأصحاح 9 والآية 19، من هؤلاء الثمانية أتت كل الشعوب التي تفرقت على وجه الأرض. لحظة، ماذا أعني بكلمة تفرقت؟ اذهب إلى سفر التكوين الأصحاح 11 ولنتحدث عن هذا الحدث المعروف ببرج بابل. بسبب أفعال نسل نوح الخاطئة بلبل الله لغاتهم، وهكذا فرقهم من هناك على وجه الأرض. هذا واضح وموجز جداً. حسناً، لدينا عدد كبير من البشر هم أحفاد الثمانية الذين خرجوا من الفلك والآن تفرقوا على وجه الأرض. هذا يوضح أننا ما زلنا جنساً واحداً، وأن مجموعات مختلفة من البشر انتهى بهم الأمر في أماكن مختلفة. لكن كيف يمكن أن يكون هناك مجموعات متنوعة الألوان من البشر إذا كنا جميعاً جنساً واحداً؟ دعنا نتابع. هذه طريقة مبسطة لشرح الأمر، لكن المبدأ الأساسي صحيح. كلنا لدينا صبغة في أجسامنا تسمى الميلانين، والتي بناء على عوامل مختلفة تنتج أطيافاً مختلفة من لون البشرة نفسه. توجد جينات متنوعة تتحكم في كمية الميلانين المنتج، وبذلك تختلف درجة لون البشرة. في الواقع
من السهل لزوجين فقط أن ينتجا مداً واسعاً من درجات لون البشرة في جيل واحد كما سنرى حالاً. درس سريع في علم الوراثة. الحمض النووي هو جزيء الوراثة الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء. يرث الابن 23 كروموسوم من كل واحد من أبويه. كل زوج من الكروموسومات يحتوي على مئات الجينات التي تضبط نمو الابن الجسماني. لنشرح مبادئ الوراثة الأساسية التي تتعلق بموضوعنا، سنتحدث فقط عن اثنين من الجينات التي تتحكم في إنتاج الميلانين. ليكن حرف A وحرف B الكبيران رمزان لجين يتحكم في إنتاج كمية كبيرة من الميلانين، وليكن حرف A وحرف B الصغيران رمزان لجين يتحكم في إنتاج كمية قليلة من الميلانين. لاحظ هذا الجدول، انظر إلى الجانب الأعلى على اليمين. لنقل مثلاً إن الأب يساهم بجين AB وأن الأم أيضاً تساهم بجين AB، وهما معاً يكونان طفلاً لديه جين AABB. هذا طفل لديه كمية كبيرة من الميلانين، ولذلك فلون بشرته سيكون داكناً جداً. هذا سهل. هناك مثال آخر، لنقل إن الأب يساهم بجين AB بينما تساهم الأم بجين AB. لون بشرة هذا الطفل سيكون درجة متوسطة من اللون البني، وهو مزيج AABB. بالمناسبة هذا ما يمثل لون بشرة معظم سكان العالم. ليس ذلك فقط، فلو كان كل من الأبوين AABB فإن امتزاج الجينات التي يمكن أن تنتج في أطفالهم تشغل مداً واسعاً جداً من أطياف لون البشرة في جيل واحد فقط. وبما أن آدم وحواء كان أول أبوين على الإطلاق، فإنه من السهل استنتاج أن الله وضع فيهما كل الجينات التي يمكن أن تنتج كل هذه الدرجات من لون البشرة. وهذه الجينات نفسها كانت موجودة في نوح وباقي أفراد عائلته السبعة الذين خرجوا من الفلك. ولأن الله فرق البشر في حادثة برج بابل، فقد تفرقت مجموعات السكان بواسطة عزل الأقطاب الجينية المختلفة. عبر الزمن تكونت ثقافات مختلفة في أماكن مختلفة، وأصبح لهذه المجموعة أو تلك سمات غالبة مميزة من بينها لون البشرة، وهكذا نحن اليوم. ولأننا جميعاً ننحدر من عائلة نوح، فمن المنطقي أن تكون ألوان بشرتنا جميعاً هي درجات اللون البني. جنس واحد، مجموعات بشرية متنوعة، تماماً كما يعلمنا الكتاب المقدس. بسيط جداً، أليس كذلك؟ ولكن يكفي ما قيل. تمام، أرجو تكونوا تمتعتوا باللقطة البسيطة دي، وهنشرحها تاني بجدول قريب عشان بس الفكرة تقعد في ذهننا. مش لازم كل الناس تعرف علم الجينات والهيصة دي كلها، بس اللي عنده مشكلة في حلول ليها وفي معنى ليها، ده اللي مقصود. لكن انت لو سمعت دي والجينات والكروموزومات يعني ومش عايز وحاسس ان ده كلام عالي قوي، ما تفرقش. المهم ان احنا نفهم ان في تفسير علمي لتكون الالوان المختلفه للبشر في اماكن ومواقع مختلفه. تعالوا هبسط لكم الموضوع تاني، او مش عارف اذا كنت هعقده، لكن انا هحاول ابسطه. احنا بنقول ان احنا بناخد نص الصفات الوراثيه من الاب ونص الصفات الوراثيه من الام. في جسمنا خليه اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت دي بتطلع صبغه اسمها الميلانين، ممكن تطلعها بدرجات تقيلة قوي وممكن تكون أخف، زي فنجان القهوة كده اللي مفهوش إيه لبن، ممكن يبقى غامق قوي وممكن تخففه يبقى برضو بني بس مختلف شوية. تمام؟ أوكي. طيب إحنا بنورث زي ما قلت نص المعلومات من الأب ونص المعلومات من الأم، فهنستخدم حروف تورينا الجين اللي بيعمل الميلانين ده اللي بيعمل لانوسايت. طبعا لون الجلد ليه أسباب كتيرة، الأوعية الدموية اللي معدية، الأرتريز والفينز، وليها قصة كبيرة، بس إحنا هنبسطها قوي في الأساسيات بتاعتها، والأساسيات بتاعتها كله متفق عليه. فهنقول إيه؟ لو الأب والأم الجين اللي هياخدوه A capital و B capital، ده معناها يطلع حاجة تقيلة. A small و B small يطلع حاجة خفيفة، لون خفيف.
أوكي؟ وممكن يحصل بقى تجميعة مختلفة. ففي الجدول اللي انتوا شايفينه قدامنا هنا، لو بصينا فوق قوي هنا هنلاقي انه جه A و B و A و B، ده الأب والأم عملوا ايه؟ الطفل خد A A و B B، فده يبقى لونه غامق قوي. ممكن تلاقي تركيبة تانية يجي له A A و B B صغيرين، يبقى لونه متوسط. ممكن يجي له A كبيرة و A صغيرة و B كبيرة و B صغيرة، يبقى لونه قمحاوي. ممكن يحصل بقى يجي له الA صغيرة والA صغيرة مع الB صغيرة والB صغيرة، فيبقى لونه فاتح قوي. تمام؟ دي ببساطة شديدة هي ازاي بيحصل ألوان الجسم. طبعا بنتأقلم في أماكن، ففي حاجة اسمها epigenetics مش هندخل فيها خالص دلوقتي، تتأثر بالبيئة. فالناس اللي هيكونوا موجودين في أماكن فيها شمس شديدة جدا محتاجين حاجة تحمي جلدهم، تمام؟ فتبتدي يتكون عندهم بصورة أعلى الجينات اللي أو يعني تتأثر، مش تتكون لأن الجينات تكونت، تتأثر الجينات دي بحيث أنها تطلع التركيز الأعلى من هذه الصبغة. تمام؟ أنا بقول كلام أرجو أن يكون مبسط وسهل، لكن في تفصيلات أكتر من كده كتير طبعاً في الموضوع. فدي التركيبات المختلفة اللي احنا شفناها. عشان كده الحقيقة ما فيش حاجة اسمها أبيض وأسود، هي في درجات اللون. تمام؟ ما فيش حاجة أبيض خالص، أبيض خالص بروبلي زي المنديل ده، ما حدش فينا لونه زي المنديل ده، مش كده؟ ده أبيض، ده ما فيهوش ميلانين، ده ما فيهوش صبغات خالص، ما حدش فينا اسمه أبيض خالص، كلنا عندنا قدر من الميلانين ده بدرجات مختلفة، بس كلنا بني أدمين، كلنا حاجة واحدة، كلنا جينا من آدم وحواء. طب واحد يقول طب وآدم وحواء كان عندهم كل الجينات اللي توصلنا لكده؟ الإجابة طبعاً، أوكي؟ لأني زي ما شفنا أنه التوزيع ده اللي حصل بعد برج بابل. ده برضو وصف تاني للA الكبيرة أنها عبارة عن ميلانين كتير، البي الصغيرة عبارة عن البي الكبيرة برضو ميلانين كتير، الA والبي صغيرين قليلين، ودي درجات اللون البني المختلفة اللي التجميعات دي ممكن تعملها. تعالوا بقى نسأل سؤال مهم أوي، يا ترى آدم وحواء كان لونهم إيه؟ تمام؟ عايزكم تفكروا شوية معايا في الموضوع ده، لأني في الصور العادية اللي بنشوفها اللي عملوها فنانين في الغرب دايماً برسمهم بيض، يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ في ناس في أفريقيا دلوقتي ابتدوا يرسمهم سود، قال لك مدام الجماعة بتوع الغرب بيرسمهم بيض إحنا مش هم مش أحسن مننا، فيرسموهم سود خالص. تفتكروا كان لونهم إيه؟ أرأي أنا مش سمع. اللون الأمحاوي. أنا ممكن يبقى فيه دردشة بعد ما نخلص، لكن عشان الناس تبقى مستفيدة في على الهواء هنركز الحديث هنا بس معايا. فلونهم هيكون لون أمحاوي اللي هو الوسط اللي يقدر يطلع الغامق ويقدر يطلع الفاتح. فحتى وإحنا بنرتل وأخونا الحبيب بيقودنا، وعلى فكرة شكراً على الترانيم الحلوة اللي قدمتها يا أخي يوسف، إحنا استمتعنا بيها وعبدنا الله بيها، نشكرك. كان تيري قاعد جنبي، وبعدين هو بيحب يتابع الترنيمة، هو طبعاً مش فاهم قوي اللي حصل. فلما تظهر صورة المسيح بتظهر دايماً صورة شخص أبيض، فبيقول لي شوف حتى تأثير الفن حاطط لخبطة في المعلومات، لأن الرب يسوع غالباً كان لونه أمحاوي زينا غالباً، بس دي طبعاً حاجة فرعية مش مهمة كتير. فهو قاعد بيبص حتى الفن بيأثر على تفكيرنا. فخلوا بالكم يا جماعة، إحنا بومباردد، يعني العالم عمال يدينا معلومات معلومات معلومات، لازم نعمل لها فلتر، لازم نصفيها، لأن ما عملناش كده هنصطبغ بصبغة العالم. عشان كده لازم نعرف كلمة الله، قرايتنا للكتاب دي مش بس واجب، ده حاجة مهمة، لأنها بتشكل فكرنا، بتصنع تفكيرنا وحكمنا على الأشياء. تمام؟ أنا بعدت شوية، هنرجع لآدم وحواء. لونهم غالباً كان لون وسطي. إحنا زي ما قلنا إن في درجات من اللون. فتعالوا نحط آدم وحواء كأنهم بيض خالص، أوكي؟ ده الشكل الخارجي. في حاجة اسمها مورفولوجي اللي هو الشكل الخارجي، وحاجة اسمها جينيتيك ميك اب اللي هو التركيب الجيني اللي يؤدي إلى الشكل الخارجي، أوكي؟ كلام أرجو أن يكون بسيط وسهل. تعالوا نحط آدم وحواء على أساس أنهم بيض خالص،
فيكون تركيبهم الجيني A A صغيرة B صغيرة A صغيرة B صغيرة. دول يقدروا يطلعوا عيال شكلهم إيه؟ كله لازم يكون أبيض، كله لازم يكون A صغيرة وB صغيرة وA صغيرة وB صغيرة. ما لهمش حل تاني، ما يقدرش أي عيل منهم يطلع لونه غامق، ده لو كانوا هم بيض خالص، بس هم ما كانوش. طيب تعالوا بقى نحطهم بصورة تانية عشان الجماعة الأفارقة ما يزعلوش، نحطهم سود خالص، تمام؟ فده الشكل المورفولوجي اللي هو الشكل الخارجي. تعال نشوف التركيب الجيني بتاعهم يبقى ايه. هيبقى التركيب الجيني A capital A capital B capital B capital. دول يطلعوا نسل زي ايه؟ كله يطلع اسود، تمام؟ يبقى ادم وحواء لا كانوا بيض خالص ولا كانوا سود خالص، يبقوا ايه؟ امحويين. شفتوا الحكايه سهله ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. ده بنسميه lacking of genetic variation. يعني ايه؟ يعني لما يكون ابيض خالص ما عندوش الفاريشن، ما عندوش التنوع. لما يكون اسود خالص ما عندوش التنوع، فبرضه ما يقدرش يجيب التشكيله الوسطيه، تمام؟ طيب طلعت انه ما ينفعش يكونوا كلهم ابيض خالص ب A A و B B صغيرين، او اسود خالص ب A A و B B كبار، لا ينفع ده ولا ينفع ده. فهم غالبا التشكيله بتاعتهم كان A capital و A small، B capital و B small. من جواز دي بقى تقدر تعمل تجميعات زي ما انت عايز، تمام؟ ممكن يطلع ال A صغيرة مع ال A صغيرة وال B صغيرة مع ال B صغيرة ويطلع أبيض. ممكن يطلع A capital و A و small و A small و B capital و B small فيطلع متوسط، وهكذا. فتشكيلة الألوان دي متناسقة مع فكر الخليقة. انتوا عارفين بقى الجماعه بتوع النشوء والارتقاء عندهم مشكله، لانه مش عارفين يفسروا الالوان. فالمشكله مش عندنا اللي بنؤمن بالكتاب المقدس. فالناس اللي تقول لك انتوا يا جماعه ما خلوا بقى عندكم شويه ايه تفكير، يعني معقوله ادم وحواء يعملوا الاشكال الكتيره والالوان الكتيره؟ نقول لهم اه معقول، تعالوا نذاكر شويه جينيتكس وهنفهم الموضوع كويس قوي. شوفوا يا جماعه، انا فعلا وتيري وكل المجموعه اللي هنا أملها أن احنا نثق في كلمة الله، لأن دي اللي بتدينا حياة، وده الهدف من كل الدراسات اللي احنا كلمنا فيها. وفي دراسات تانية كتيرة قوي تعمل مؤتمر واثنين ثلاثة جايين كمان، لكن مش ده الهدف بس أن احنا نملى مخنا بمعلومات. الهدف أن احنا نثق في هذه الكلمة، ولما العالم يحاول يتريق علينا في العلم، لا معلش احنا قدها وقدود. انا مش بقول ده بكبرياء ولا حاجه، لكن بقول ده بمعنى ان احنا نقدر ندخل في الامور العلميه واحنا بنحب العلم، والايمان مش ضد العلم، وبالايمان نفهم. كل دي قضايا مهمه جدا للعالم اللي بيتحدانا، وهنشوف حاجات من كده كتير. علشان كده ادم وحواء اللي هم فيهم الخليط يقدروا يطلعوا التشكيله الكبيره اللي احنا شايفينها، زي ما شفنا A capital و B B. احنا فهمنا الموضوع دلوقتي. علشان كده ادم وحواء يدونا A B B capitals غامق، A capital و B capital و B صغيره يبقى لونه غامق شويه، اللون الوسطي A و B كبيره و B صغيره، اللون الفاتح A و B B صغيرين. وطبعا ده التقسيمه الكبيره، لكن في نفس الوقت الناس بتهاجر وتتجوز ناس من هقول اجناس مختلفه. برافو، ما حدش قبل. برافو عليك، برافو عليك. انا سعيد، انا حبيت بس اوقعكم، بس انتوا يعني مذاكرين كويس. احنا كلنا جنس واحد لكن مجموعات بشريه مختلفه. وانا سعيد الناس اللي قالت لي لا ما تلخبطش، ده احنا على الهوا، الناس هتسمعنا. انا مبسوط جدا ان انتوا عملتوا كده، لان انا قصدت الخبطكم شويه، بس انتوا طبعا ما تتلخبطوش بعد 4 ايام في المؤتمر، تمام؟ تعالوا اديكوا حاجات موجوده في الصحف وفي المجلات. دي بيورينا انه الناس لانهم بيهاجروا الاشكال بتاعه التلامذه اللي موجودين في واشنطن انترناشونال برايمري سكول، في المدرسه في واشنطن، بيجيبوا اشكالهم بهذا الشكل. عايز اوريكم التوأم دول، أليشيا جاسمين سينجر. دول توأم، واحدة منهم بيضة وواحدة منهم سودة. طبعا بيضة يعني بس faint color، ما هيش بيضة بيضة، والغامق ما هوش اسود، تمام؟
ودول توأم، ودول الأب والأم. الأم اسمها ناتاشا نايت من جامايكا، والأب اسمه مايكل سينجر من ألمانيا. فطلعوا توأم، والتوأم ده زي ما انتم شايفينه على الصورة. دي عيلة تانية، اللون أمحاوي زي ما انتم شايفين الأب والأم. في طفلة طلعت غامقة قوي، وطفلة فتحة. دي ناس حقيقيين على فكرة، صور حقيقية، تمام؟ ده ما يخضناش، ده سليم، ده في الجينات مفهوم جدا. فكايا وريمي بيقولوا احنا اخوات، احنا توأم، بس يشوفوا اللونين مختلفين عن بعض ازاي. دي برضو أم لونها أمحاوي، أولادها واحد أسمر وواحد أبيض. دول أخين توأم، واحد لونه فاتح وواحد لونه أغمق. ده كله يفسر بالجينات ببساطة شديدة، ما فيش مشكلة في ذلك بالمرة. دول أختين برضو، شيرلي وكارينز. دول الأب بتاعهم غامق، مش هقول أسود، هقول بس عنده غامق، عنده ميلانين كتير، ميلانوسايتس كتيرة، ومن جامايكا، والأم من إنجلترا. فالتشكيلة بتاعتهم بهذا الشكل. ودي طلعة في مجلة اسمها ديلي ميل في لندن، واليوم اللي طلع فيه هو يوم السبت 26 يونيو 1969، في صفحة رقم 9. احنا كل حاجة بنحطها يا جماعة هنا موثقة، ومستعدين ندافع عنها. احنا مش بنقول كلام إنشاء، وبنطالب الناس اللي عندها أفكار مختلفة، نحن نحترمهم، لكن بنقول لهم تعالوا تكلموا معانا، ما تتهموناش ان احنا ضد العلم، لان احنا مش ضد العلم. يمكن انتم اللي بتضطهدونا، يمكن تكونوا العلم فيه شويه مشاكل. ده يعني جمله مهذبه. بعد كده، ده اب وام لونهم اسود، عندهم تشكيله من الاولاد اسود وابيض، رغم انه اسود كان في جينات فيها الايه الخفيفه دي وطلعت. دي في مجله الصن برضو نفس الفكره، أب وأم، واحدة بيضة والأب أسمر، والأولاد بالشكل اللي انتوا شايفينه. كله ده حصل ليه؟ كله ده حصل من برج بابل. وبرج بابل زي ما قلت هو بناء عشان يعبدوا آلهة أخرى، مش عشان يوصلوا الأرض بالسماء. لأن الناس تقول طب ما ربنا عارف إنهم مش هيوصلوا الأرض بالسماء، ليه عاقبهم العقوبة الشديدة دي؟ لا، الكتاب ما بيقولش إنهم بيوصلوا الأرض بالسماء، لكن برج يتجه إلى السماء علشان يتمردوا على الله مرة تانية. وزي ما قلنا عقوبة الطوفان مش هتتكرر، لأن الرب عطى ميثاق في أصحاح 9 من سفر التكوين، وعلشان كده مش هيدمر الأرض بطوفان عالمي تاني. فكان الحل تشتيت الأجناء، الجنس البشري الواحد، والمجموعات البشرية ابتدت تتحرك. تلاقوا في أغلب الثقافات تلاقوا بناء الأهرامات، والأهرامات اللي هي المسلسلة دي يسموها إيه؟ المصطبة، المصاطب، المدرجة، شكرا يا أخي صام، المدرجة أو اللي تطلع تليها موجودة في كل في حتت كثيرة في العالم، تمام؟ لأن هم طلعوا من بناء برج بابل وتحركوا بنفس المفهوم. فتلاقي في أمريكا الجنوبية حاجات زي كده، تلاقي في أماكن تانية من العالم نفس الفكر في التصميم. وده يخليني بس أقف سنة صغيرة عشان أتكلم عن الإنسان الأول. إحنا عندنا انطباع، وده متأثر بفكر النشوء والارتقاء، ان الانسان الاول ده كان بدائي ماشي بحتة عصاية كده، ويسموه هانت جاذرر، يجمع بس الحيوانات ويسلخها ويأكلها وكلام من ده. كلام ده مش صح بالمرة. انا بحضر محاضرة عن الانسان الاول وبقرأ كتابين كبار فيها، تذهلوا من ذكاء الانسان الاول. الانسان الاول في سفر التكوين اصحاح 4، نسل قايين عمل ايه؟ عمل مدينة. بنى مدينة ده مش حاجة سهلة، احنا عندنا مهندسين كتير موجودين معانا هنا. بنى مدينة ده عايز تصميم، المكان اللي احنا فيه، بيت المؤتمرات اللي احنا فيه ده عايز تصميم كبير قوي، ولازم تبقى فيه خطة قبل ما يعملوها. مش يبتدي يبني حيطة وبعدين يقول الله دي جت غلط، نهد دي، طب ونعمل الناحية التانية، ما ينفعش. فلازم فوركاستنج، يعني عندهم القدرة انهم يتوقعوا اللي هيحصل. فبنوا قايين في اصحاح 4 من سفر التكوين. الأجزاء دي أنا كنت بقراها ولا دريان ولا بعدي عليها مرور الكرام، ومع احترامي الشديد غالباً أغلبنا بيعمل كده. عملوا إيه في بناء المدينة دي؟ كان من نسله في ناس بيعملوا رعاة للأغنام،
فكانوا عندهم الطب البيطري يفهموا ازاي يعملوا زيادة في الانتاج وازاي يستخدموا هذه الحيوانات. كانوا بيعملوا المزروعات طبعا، كانوا بيعملوا حاجة تانية، بيعملوا موسيقى كل ضارب بالقيثار بالآلات القيثارة. كانوا بياخدوا عظام الحيوانات عادة ويعملوا منها مزمار، مش زي الأخ يوسف بالحاجات الحلوة بتاعته والإلكتريك جيتار والإلكتريك عود معرفش اسمه إيه اللي معاك. بيستخدموا موسيقى، فكان في ميوزيكال اندستري. عارفين ان الموسيقى والفلوس اللي بتتصرف عليها ملايين ملايين مليارات الدولارات بتتصرف على هذه الموسيقى. الانسان الاول كان بيعرف يمخمخ ويغني ويرنم. الحاجه بقى الاعقد من كده، الانسان الاول في تكوين اصحاح 4 كان بيشتغل في الالويز. الالويز دي عباره عن خليط بين النحاس والحديد، عشان تفصلهم عن بعض دي حاجه معقده جدا جدا جدا. الانسان الاول بنى حاجات احنا مش عارفين لحد دلوقتي ازاي بناها، زي الاهرامات مثلا. الانسان الاول انتوا فاكرين لما كان في المعبد اللي موجود في اسوان، ولما بنينا السد العالي الميه كانت هتغطيه، معبد فيلة. جاء كل العالم بكل التكنولوجي بتاعه باليونسكو عشان ينقلوا المعبد ده ويحطوه في حتة تانية بأجهزة وحاجات وقياسات، وبعدين ما عرفوش يحطوا التمثال المظبوط اللي كان بتسقط عليه الشمس في أوقات معينة. فالإنسان الأول ما هوش بدائي. عارفين مين اللي بيقول لنا أنه كان بدائي؟ بتوع النشوء والارتقاء، عشان يقول لنا أنه هو إحنا جينا من قرود وكبرنا كبرنا بقينا أحسن أحسن، بقى في إنسان متوسط، وبعدين واحد ربنا كلمه وعطله شوية مخ وبقى الإنسان. شفتوا خطورة حتى معرفتنا بالثقافة الإنسان الأول ممكن تؤثر في فهمنا في الخليقة. أنا بحاول بس أفتح نقط عشان لما نخرج من المؤتمر، ودي آخر جلسة لينا فيه، نبتدي نفكر 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 وندرس كلمة الله عشان يكون لنا عن مناعة ضد اللي بيتقدم لنا. فالمهم برج بابل انتوا اقتنعتوا طبعا الانسان الاول كان متحضر جدا جدا. وفي حاجه اسمها عندنا الستون هنج في جنوب انجلترا، دي عباره عن صخور كبيره جدا ومحطوطه على اعمده برضو قويه، وللاسف الناس بتروح كانت تعبد الشمس وحاجات زي كده وعبادات وثنيه. لكن ازاي رفعوا الصخور دي وازاي حطوها باتزان لحد دلوقتي ما حدش عارف، وغيره وغيره طبعا كتير، بس دي تستنوني بقى في المحاضرة بتاع الإنسان الأول، دي محاضرة منفصلة. طيب السؤال الثاني، دلوقتي إحنا قلنا أن الأرض كانت كتلة واحدة، وبعدين في الطوفان حصل الكاتاستروفيك جيولوجي والتكتونيك بليتس اتكسرت وعملت القارات. وبالمناسبة خليني قبل ما أكمل الحتة دي افتكرت حاجة لذيذة. الناس بيقولوا إزاي نوح كان عنده وقت يسافر لأمريكا وأستراليا والأوروبا عشان يبشرهم قبل الطوفان؟ الإجابة ببساطة ما كانش في أوروبا ولا أستراليا ولا أمريكا في الوقت ده، الناس كانت متجمعة على القارة الموحدة. حتى الناس الجيولوجيين الغير مؤمنين بيعترفوا أن كان في حاجة اسمها البانجية أو القارة الواحدة، وبعدين هم بيقولوا أنها تفككت ببطء اللي هو اليونيفيرماتيريان دولة الوتيرة الواحدة، وعشان كده محتاجة ملايين سنين تتفكك. إحنا بنقول لا، اتفككت بالكارثة العالمية. تمام؟ ده بس حتة بين قوسين كده افتكرتها وأنا بحط السلايد ده. نرجع تاني السؤال اللي بعد كده بقى، ازاي الناس اتحركت من مكان للتاني؟ هل كان عندهم عربيات؟ احنا هنتحرك من العجمي لمصر هناخد بص كبير. طيب هل كان عندهم اتوبيسات؟ هل كان عندهم عربيات؟ هل كان عندهم طيارات؟ هل كان عندهم سفن؟ ازاي اتحركوا؟ طيب والحيوانات ازاي اتحركت؟ شغلانة كبيرة قوي. طبعا الإجابة على كده هي الكتاب المقدس مش بيشرح لنا الكلام ده، فاللي أنا هقوله دي عدة مقترحات، وهي مقترحات منطقية، لكن ممكن واحد يضيف حاجة تاني، ممكن واحد يختلف معايا في اقتراح، ما فيش مشكلة في ذلك. اللي حصل إيه؟ إن الأرض لما تفككت كان في بريدجز بينها، كان في قاطرات بينهم، تمام؟ فممكن يكونوا استخدموا، وعبر الزمن القاطرات دي تفككت وبعدت. كان في حاجة تانية مهمة، ان هم بعد فلك نوح عرفوا يبنوا السفن، مش كده؟ دول بنوا اعظم سفينه في العالم، اجدع من تايتانيك، سفينه قدرت تعيش في ظروف امواج عاليه في بحار مفتوحه.
فمعنى كده إنها سفينة قوية، فكان عندهم بناء السفن يقدروا يسافروا في السفن. كان طبعاً ممكن يستخدموا المواشي إنهم ينتقلوا من مكان لمكان. في فكرة تانية واحد من الجيولوجيين بيقولها، بس أنا بقولش إن هي دي الصح أو الغلط، أنا معرفش. في حاجة اسمها floating islands، يعني إيه؟ ممكن لما غابة تتشال من جزرها ممكن تبقى على سطح المية فترة طويلة، ودي بيعتقدوا إنه الحيوانات انتقلت عن طريقها. ده أحد الأفكار، أنا بقولش الكتاب المقدس بيقول كده على فكرة، وأحب كل الناس تفهم إن اللي أنا بقوله دلوقتي هي مجرد مقترحات، لكن اللي نعرفه إنهم متوزعوا. إيه الدليل؟ إنهم متوزعين دلوقتي، ده الدليل. لكن الوسيلة اللي توزعوا بيها ما نعرفهاش بالضبط، لكن دي أحد الحاجات، تمام؟ ففي لاند بريدجز وفي وسائل تانية ممكن يكونوا تحركوا بيها. عشان كده من تاور في بابل بقى اتوزعوا التشكيلة اللي انتوا شايفينها بالأشكال المختلفة اللي احنا شايفينها. طيب تعداد السكان، تعداد السكان ده حاجة مهمة قوي. احنا حوالي 7 بليون وشوية في سنة 2018. طيب هل ده ممكن يجي من عيلة واحدة؟ تعالوا نشوف الكيرف اللي قدامنا. حسب الكتاب المقدس في حوالي 4000 سنة قبل مجيء الرب يسوع للعالم. في 4000 سنة ده كانت خليقة آدم وحواء، والناس ابتدت تتكاثر لحد نوح وعائلته، دي حوالي 1630 أو 1650 سنة. وبعدين خرجوا من الفلك، كان عددهم كام؟ 8. ما نعرفش إذا كان نوح ومراته عندهم أولاد، لم يذكر الكتاب وما أعتقدش أن كان فيه، لكن اللي بيذكروا أنه في سام وحام ويافث، ودول اللي عملوا population للعالم كله. ابتدى بعد الحدث الكبير ده يزيد عدد السكان زي ما احنا شايفين على الكيرف، ويطلع لحد التقييم ده في سنة 2000 كان حوالي 6 بليون شخص في سنة 2000، واحنا دلوقتي في سنة 2018 حوالي 7.2 بليون. فالرقم اللي موجود دلوقتي يتماشى مع تاريخ الكتاب المقدس. لو ان الانسان ظهر من ناس كثيرة حتى بتوع العلوم النشوء والارتقاء، ما حدش مستقر على تاريخ محدد، فيقول لك ظهر من 1000000 سنة اللي هو البدائي ده، وبعدين اللي هو الأكثر تطورنا اللي هو قريب لينا، ناس بتقول من 100000 سنة، ناس بتقول من 120000، ناس بتقول من 70000، لأن هم مش عارفين ومش هيعرفوا لو ما عرفوش الحق بالأمانة. فكلها تقديرات، وتقديرات عشوائية. ومرات يقول لك التقرير من حوالي 50-70000 سنة، طب هو 50 ولا 70؟ لو مرتبك 50 جنيه ولا 70 جنيه، تحب تقبض 70 ولا تقبض 50؟ يعني الرينج واسع قوي يا جماعة، ده يورينا ان الحسابات مش دقيقة. احنا مرات بنفتكر العلماء قالوا الصخرة دي 5 مليون سنة، نفتكر ده رقم يعني صارم حاسم، ما هوش كده. مش زي ما اروح احلل دمي ويقولوا لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام، ده رقم حاسم، تمام؟ لكن لما اقول لي الصخرة عمرها من 5 مليون ل7 مليون سنة، ده تقدير. لو فهمنا النقط البسيطة دي يا أحباء، هيكون لنا فكر مختلف لما تسمع الأخبار، لما تقرأ الجورنان، لما تمسك مجلة، لما تقرأ كتاب علمي. فلتر، اعمل فلتر للمعلومات اللي عمالة تتحط في ذهنك. علشان كده عايزين نبني تفكيرنا على كلمة الله الصادقة. ده مش بنرجع للخلف، احنا بنتقدم للأمام لو وثقنا في كلمة الله. احنا بنبني تفكيرنا على الكلام الصح اللي الله قاله. ده مش بيخلينا ما نبحث، بالعكس احنا بنبحث اكتر لما نؤمن بالله. انا امبارح قلت لكم على موضوع الجنك جينز، لقوا جينات ومش عارفين ليها وظيفه، فقالوا ايه دي؟ زباله، دي جنك، فما ابتدوش يدرسوها. جموا العلماء بتوع بيؤمنوا بالخليقه وابتدوا يعملوا حاجه لذيذه قوي، ابتدوا يدرسوها، لقوا ليها وظيفة، بس احنا مش عارفينها. مش معنى ان احنا مش عارفين ان ملهاش وظيفة. شفتوا اللي بيفهم ان في اله خالق بيبحث، وهو اللي بيعمل التقدم العلمي. التقدم العلمي ما يحصلش اذا قلنا ان احنا جينا من نشوء والارتقاء. فلازم نبني تفكيرنا على كلمة الله الصادقة. عشان كده عايز افرجكم على فيلم. الفيلم ده بيورينا الناس لما تقول علينا ان احنا مش بنحب العلم لاننا بنؤمن بالكتاب، هنشوف العكس صحيح.
تعالوا نتفرج على الفيلم ده، وأرجو أن احنا نكون مع الكنترول روم ماشيين في نفس الوقت. كثيراً ما نسمع هذا، إن العلم أثبت التطور، لذا فنظرية التطور صحيحة. بما أن نظرية التطور صحيحة، وبما أن المسيحيين لا يؤمنون بها، إذن فالمسيحيون لا يؤمنون بالعلم، بالتالي فهم غير منطقيين. حقاً؟ دعونا نضع هذا الادعاء تحت الاختبار. أولاً، إن نظرية التطور تثبت أن الأشياء تتغير، وهذا ما لا ينكره أي شخص منطقي، لذا فالمسيحيون المنطقيون يؤمنون بهذا، يمكننا أن نشاهد التغير. ولكن نظرية التطور بمعنى أن الحياة جاءت من عدم الحياة، وبعد ذلك بدأت الحياة تنتج عشوائياً معلومات وراثية جديدة، وبمرور الوقت أنتجت الإنسان، هذا موضوع مختلف تماماً. بصدق، هذا شيء لا يصمد أمام العلم. بكلمات أخرى، نظرية التطور بمعنى أن الجزيئات تطورت إلى الإنسان ليست ممكنة علمياً، وبالتالي لا ينبغي أن تعد من الحقائق العلمية. بكل صدق، إنها على النقيض تماماً من العلم، أعني العلم الوصفي، أي ذلك العلم الذي يمكن اختباره وتكراره واستخدام حواسنا الخمسة لفهمه. العلم يثبت أن الكائنات الحية تفقد الصفات الوراثية بمرور الوقت ولا تكتسبها، وهو العلم نفسه الذي يثبت أن الحياة لم تنشأ من عدم الحياة. تابع معي. الحقيقة الأولى: لا توجد أي عملية علمية يمكن مشاهدتها تثبت أن المعلومات الوراثية الجديدة يمكن إضافتها إلى الشفرة الوراثية لأي كائن. لا يوجد مثل هذا الأمر. هذا يدحض نظرية التطور فوراً، إذ لا يمكن للسمكة أن تصبح بر مائي دون إضافة معلومات وراثية جديدة، أليس كذلك؟ وإذا كان لا يمكن للكائنات الحية أن تنتج صفات وراثية جديدة، فكيف يمكن لشيء ما أن يتغير تدريجياً إلى شيء أذكى وأكثر تعقيداً؟ كيف يمكن للأميبا أن تتطور إلى إنسان دون إضافة أي معلومات وراثية جديدة؟ الإجابة بالطبع لا يمكنها، واضحة وبسيطة. لقد تخيل بعضهم أشياء كثيرة، واستدعوا فناناً ليرسم تصميمات خلاقة بناء على تكهناتهم، ونجحوا في سرد قصة مقنعة تقول إن البشر تطوروا من كائنات تشبه القردة. لكن هذه فقط مجرد رسومات، وهذه مجرد قصص. لكن ما نشاهده فعلاً هو أن البشر بشر، والقردة قردة. إذا كانت هذه الحقيقة الأولى دفنت نظرية التطور في أعمق طبقات الأرض، فإن الحقيقة الثانية تطمسها بكم هائل من الرواسب، حتى إذا جاء فريق تنقيب بأجهزة حفر ليبحثوا عنها ما وجدوها. تحقق من هذا: لم نشاهد، وأكرر، لم نشاهد قط أن الحياة تأتي من عدم الحياة. إليك دليلان علميان رئيسيان ضد نظرية التطور. دعني أكرر للتوضيح: لم يثبت قط أن الحياة جاءت من عدم الحياة. لا توجد أي عملية يمكن مشاهدتها تثبت إمكانية إضافة معلومات وراثية جديدة إلى الشفرة الوراثية لأي كائن حي. إذن تطور الجزيئات إلى إنسان لا معنى له علمياً، ومع ذلك فإننا كلنا ها هنا، والحياة حولنا في كل مكان بأشكال متعددة. مع أن نظرية التطور لا تقدر أن تفسر ذلك، إلا إن الكتاب المقدس يقدر. الكتاب المقدس يعلن أن الله العظيم كلي القدرة وكلي المعرفة هو الذي خلق السماوات والأرض من العدم، كما خلق كل نوع من الحياة على الأرض كجنسه، وكل منها له مجموعة المعلومات الوراثية الخاصة به. مرة أخرى، ما يعلنه لنا الكتاب المقدس يفسر ما نراه ونفهمه، وهو ما لا تفعله نظرية التطور. يكفي ما قيل. فعلا يكفي ما قيل، مش كده؟ ده فيلم لذيذ قوي، بس حبيت أفرجه لكم عشان تشوفوا إنه الخلق المتميز للإنسان، توزيع الإنسان على الأرض، الأحداث اللي بيذكرها الكتاب مظبوطة. عايز بس أقول تعليقين سريعين جدا على الفيلم ده. هو بيقول إنه مش ممكن إن الموليكيولز دي اللي جت بالصدفة تعمل حياة،
لاني الصوديوم وال او مثلا نقول الهيدروجين والنيتروجين دي حاجات مهمه للحياه، بس هي نفسها ما تديش حياه، لازم يحصل حياه جواها. زمان كانوا بيفتكروا ان الحياه بتنشا لوحدها، فلو سبت حته لحمه كده هتعفن وديدان تطلع منها، فقال لك ان الديدان بتطلع لوحدها، لحد لما جاء واحد اسمه لويس باستير راح درس الحكايه دي، فلقى ان في بويضات حشرات دبان مثلا، حط البويضات بتاعته وهي في الميديوم اللي في الوسط بتاع اللحمه المعفنه دي، قدرت تطلع الديدان اللي احنا شايفينها. فطلع ما فيش حاجه اسمها spontaneous generation، يعني ما فيش حاجه ان الحياه تطلع لوحدها، مش ممكن، لازم الحياه تاتي من حياه، ما ينفعش تطلع لوحدها. وده احد الادله القويه على الخلق المتميز للانسان. عشان الخص كلامي، احنا سلاله واحده، جنس واحد من ادم وحواء، كان ليهم بنين وبنات كثيرين. فاكرين الشاهد بتاعها فين؟ ما حدش يبص. تكوين 5-4. لا احنا عايزين نحفظ بقى بالشاهد، لان العدد ده انا قريته كتير قوي في حياتي بس عمري ما خدت بالي منه، وعايز اقول لكم من فضلكم خدوا بالكم منه. كان ليه بنين وبنات كثيرين، نوح وبنوه، بعد كده حصل برج بابل والتوزيع. دي رسمة سريعة مش هتكلم عنها كتير، عن الحضارات وتاريخ الحضارات، وتاريخ الحضارات آلاف السنين مش ملايين السنين. ده بس كل اللي عايز أقوله في هذه السلايد. تعالوا بقى في نهاية حديثي نقرر الفرق بين حاجتين، بين فكر النشوء والارتقاء وفكر الكتاب المقدس، علشان الفرق ده فرق جوهري قوي. زي ما قلنا في المحاضرات ان النشوء والارتقاء مش بس في البيولوجي، مش بس في علم الاحياء، ده في علم الجيولوجيا وفي علم الفلك. فهبتدي لكم من علم الفلك. في علم الفلك بيقولوا ان الحياه بدات بالسنجولاريتي، بالنقطه، بالبيج بانج، وتبتدي بحاجه اسمها السنجولاريتي. ايه السنجولاريتي دي؟ ان الماده والطاقه كانت مركزه في نقطه صغيره جدا 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 جدا، ما كانش في زمن ولا في مساحه، مسافات. بتوع الطبيعة الفيزياء بيقولوا إن لما تكون المادة والطاقة مركزة بالصورة دي قوانين الطبيعة ما تشتغلش، فمش عارفين إيه اللي عملها الإكسبانشن. الانفجار على فكرة مش فرقعة، الانفجار تمدد. فحتى هوكينز، ستيفن هوكينز اللي مات قريب ده، كان عالم كبير في أكسفورد، قال لك مش عارفين إيه اللي بدأ البيج بانج، محدش عارف، بس هم بيفترضوا إنها حصلت. وبعدين قال لك التمدد ده عمل بعد كده الأجرام السماوية من 10-12 بليون سنة، وبعد كده الشمس من 5 بليون سنة، وبعدين الأرض من 4.5 بليون سنة، ومرات يقولوا 4.6. خلوا بالكوا الفكة دي ملايين من السنين يعني. وبعد كده بيقول لك الأرض ابتدت المحيطات تظهر عليها من 3.8 بليون سنة، وبيقول لك الحياة نشأت في المية ومن خلية واحدة، وبعدين الأسماك، وبعدين البرمائيات طلعت، قررت تطلع. عشان تطلع لازم الرئة تتغير والجلد يتغير، وشغلانة كبيرة. وبعدين لما بقت برمائيات ابتدت بعد كده دبابات الأرض، الزواحف، وبعدين الزواحف دي طارت. عشان تطير ده لازم الجينات تتغير تعمل لها جنحة، ولازم الجنحة دي يطلع لها ريش، والريش ده حاجة معقدة جدا لأنه في حاجة اسمها برايمري وسكندري، وشغلانة كبيرة دي محتاجة معلومات. منين جت المعلومات؟ الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. دول يعملوا معلومات؟ ما يعملوش. وبعدين اللي طاروا دول بعد كده جزء منهم، جزء من ده عمل الطيور، وبعدين دبابات الأرض دي عملت القرود والنسانيس وبتاع، وإحنا جينا على القمة. ده الخط اللي أنتوا شايفينه قدامكم هنا، يبتدي بالبيج بانج، الأجرام السماوية، بعدها بعد كده الشمس، بعد كده الأرض. الأرض يتكون فيها مية من 3.8 بليون سنة، والبليون 1000 مليون، وبعدين يطلع منها البرمائيات، وبعدين البرمائيات تعمل الزواحف وتعمل الديناصورات، وبعدين جزء من الديناصورات طار وعمل الطيور، وجزء تاني بقى على الأرض. اللي على الأرض ده ماشي على 4، وبعدين ابتدى يمشي على 2، نص نص الأول، وبعد كده اتفرد. دي شغلانة كبيرة، أنا عندي محاضرة كاملة عن الفرق بين المشي على رجلين 2 والمشي على 4. تغير في المفاصل، تغير في الحوض، تغير في العضلات، تغير في الني جوينت. انتوا عارفين وانا واقف ايه؟ الني جوينت بيحصل لها حاجه اسمها لوكينج، عشان تقدر تشيل وزن جسمي، تمام؟
فدي دي تركيبة معقدة جدا، وفي عضلة اسمها البوبليتياس ورا تروح محركة حاجة اسمها الفيمر على التيبيا، وفي حاجة اسمها تيبيا فلاتو. أنا مش هدخل في الكلام ده بس هو كلام لذيذ يعني. مهم. وبعدين ال 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 الرجل، الرجل دي شغلانة كبيرة قوي، لأنه الأرشز بتاعتها دي مهمة جدا عشان توزع الوزن بتاعي، هو مش بينزل في نقطة واحدة، ومركز الثقل يكون فين، بس مش هندخل في ده. اللي عايز أقوله من خلاصة ده إنه لا يمكن، لا يمكن حاجة تمشي على أربعة وتروح فردها كده تلاقيها مشيت على اتنين. فهو ده الخط، وده بيورينا لحد الوقت الحالي. تعالوا بينا بقى نشوف فكر الكتاب المقدس في الجزء السفلي من الرسمة. في خليقة كاملة صنعها الله اللي هو فوق الطبيعة وعنده القدرة وعنده الجلال، وبكلمة قدرته يقدر يخلق. كلام منطقي، كلام معقول، كلام معلن لينا من كلمة الله الصادقة. وبعدين الخطية دخلت إلى العالم، لأن الله خلق الإنسان وعطله الحرية إنه يقدر يقبله أو يرفضه، وإلا ما تبقاش علاقة محبة. الإنسان للأسف استخدم حريته غلط فأصبح في السقوط. آدم وحواء ما كانوش ساقطين. أنا كان في سؤال من أختي لينا وأنا طالع ناخد الفطار، بتقول لي طب ما هم اختاروا أنهم يعصوا الله من طبيعتهم الساقطة. قلت لها لا، هم ما كانش عندهم طبيعة ساقطة، ده هم الوحيدين اللي كانوا يقدروا يعبدوا الله بإرادتهم من غير ما يقعوا في الخطية. إحنا بعد كده تولدنا بالطبيعة الساقطة. بعد كده طوفان نوح بحوالي 1600 سنة من الخليقة والفلك، وتكلمنا عن ده بالتفصيل، من فضلكم ارجعوا اقروا وذكروا في الكلام ده تاني. وبعد كده برج بابل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. أرجو أن كل الدراسات دي تكون ساعدتنا نفهم، نفهم ونقدر كلمة الله. عايز أوريكم فيلم تاني صغير، أنا هدي الإخوة في الكنترول في فترة يحطوه، عن واحد أنا أقوله لكم لأنه ناطق بالإنجليزي، اسمه كراوس، لورنس كراوس. لورنس كراوس ده أستروفيزيست، يعني راجل علامة كبير بيشتغل في الفيزياء الفضائية، كلام كبير ويخضنا مش كده. الراجل ده بيدي محاضرة وبعدين بيقول إيه، بيقول إني عايزكم تعرفوا إني أحسن حاجة حصلت في الدنيا إن النجوم انفجرت، ماتت، انفجرت، علشان الذرات اللي هي بعتتها لينا على الأرض كونت المكونات الأساسية للنشوء والارتقاء. فعليك تشكر النجوم اللي ماتت عشان أنت تعيش. وبعدين قال انسى يسوع اللي مات عشانك، ما ماتش عشان أنت تعيش، ده النجوم ماتت عشان أنت تعيش. عايز، أنا شايفكم مستعجبين، لكن أنا عايزكم تشوفوا هذه اللقطة. اللقطة دي تشوفها على اليوتيوب، أنا مش مألفها طبعا، تمام؟ هي بالإنجليزي وإن شاء الله نترجمها بالعربي. That I wrote a whole book about, and someone asked me yesterday why I wrote that book. Because it is the most poetic thing I know about the universe. But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution, weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway. This is great. شوفوا يا أحباء النتيجة. عارفين، أولاً الرجل ده بيقول كلام مش مسبوت، مع احترامي لي أستروفيزيست وعلى عيني وراسي، لكن الكلام اللي بيقوله ما فيش دليل عليه، ما يقدرش يثبته لي في المعمل، دي تخمينات. هو قال لك إيه، إنه الذرات اللي في إيده اليمين مختلفة عن إيده الشمال، لأن دي احتمال جت من نجم مات غير النجم التاني اللي مات، وماتت الحاجات دي وبعتت المعلوم المادة اللي عملت لي إيدي وعملت لي إيدي التانية. طبعا في شغلانة كبيرة، إزاي المادة دي وصلت في الفضاء الفسيح؟ إيه المركبة اللي أخدتها عشان تيجي؟ إيه الوسيلة اللي جت بيها؟ لو إنها خلية حية زي ما كان شفته ريتشارد دوكنز في اللقطة اللي فرجتها لكم في المحاضرة الأولانية، قالوا له الحياة بدأت فين؟ قال بدأت في كوكب آخر. طب ما فيش كوكب آخر فيه الشروط اللي تناسب الحياة، لكن هنفترض اتكونت. تخيل خلية ميكروسكوبية ماشية في الفضاء الفسيح اللي مليان إشعاعات قاتلة. شوفوا بتوع الفضاء لما بيطلعوا بيبقوا لابسين ايه، دي هتلف تلف في الفضاء وهتعيش،
طبعا مستحيل، بس هنقول زي بعضه تعيش جدلا يعني. تيجي تدخل في الغلاف الجوي لأربع طبقات تعمل احتكاك لازم تتقتل. عارفين سفن الفضاء بيبقى قدامها شيت من المعدن، المعدن يتحرق قبل ما السفينة يتعمل لها خرم وتنزل. في أربع طبقات من الأتموسفير، الأربعة دول فوق قوي برد جدا جدا جدا، برد يعني ما حدش يحتمله، تمام؟ الخلية دي عليها أنها تعيش في كل الأجواء دي وتنزل على الأرض، ولما تنزل بقى لكم تعمل إيه؟ تعمل شجر وتعمل حيوانات وتعمل دي خلية جبارة. إيه ده؟ برافو عليك. هو إيه ده؟ فعلا هو إيه ده؟ فلازم نسمع ونفكر. أنا ما بقولش ما ندرس القضايا، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، ادرس بالتفصيل. وللطلبة فيكم من فضلكم في الامتحان اكتب يقول علماء النشوء والارتقاء ورص اللي بيقولوه، لأنك لو قلت اللي أنت سمعته مننا عمرك ما هتنجح. فمن فضلك قول اللي موجود في الكتاب علشان تعدي وتعمل اللي أنت عايزه في حياتك، لكن في نفس الوقت فكر. إحنا بندعوك للتفكير، الإيمان ليس ضد العقل، الله خلق عقولنا وعايز يستخدمها. أنا عايز أختم بمجموعة السلايدز دي اللي هتشوفوها علشان نوريكم إزاي لازم نغير طريقة التدريس في الكنيسة. لازم نغير طريقة التدريس من مدارس الأحد، اجتماعات الشباب الناشئ، جامعة وخلافه. لازم ده يتغير يا جماعة، والهدف من المؤتمر ده أنكم تاخدوا المعلومات وتغيروا. اوعوا تروحوا تقولوا احنا اتبسطنا، أشكركم أنكم اتبسطتوا، بس احنا مش جايين هنا عشان نبسطكم، احنا جايين هنا علشان أنت تبتدي تغير في المجتمع اللي أنت عايش فيه. ده الهدف. طبعا احنا مبسوطين أنكم اتبسطتوا. عايز أقول لكم هناخد الشخص اللي ظاهر قدامنا على الصورة دلوقتي، هنسميه إيه؟ اختاروا له اسم، نسميه يوسف عشان المرنم بتاعنا، أوكي؟ هنسميه يوسف. يوسف هيروح مدارس الأحد يوم الحد، فالمدرسة هتقعد تقول له قصص الكتاب المقدس. دي أول غلطة بقى، هي مش قصص، دي أحداث الكتاب المقدس. دي مش يا كان يا مكان في قديم الزمان، مش كده، دي أحداث حقيقية حصلت في التاريخ ولها تأثير على ما نراه. فالمدرسة هتحكي له طوفان نوح، فتروح حكياله عن القارب الصغير والزرافة طلعة والقرد بيتنطط ونوح بيشد في شعره ومش عارف يراعيهم. ده المنظر اللي هيقعد في مخ يوسف وهو طالع من مدارس الأحد. والمدرسة تحس إنها يعني عملت شغلانة حلوة لأنها ورتهم صور جميلة وملونة وإيه الحيوانات الجميلة واللي بتتنطط والكلام. بعد كده يوسف يخلص مدارس الأحد وده في مخه. يروح يوسف بقى يوم الاثنين والثلاث والاربع بقية الأسبوع. إيه اللي بيحصل في يوسف؟ بتلاقي قنابل جياله، يروح المدرسة يقولوا له بقى أنت مصدق حتة القارب ده ممكن يعيش؟ الله، بس المدرسة قالت لي إنه عاش. المدرس يتريق عليه ويقول له الكلام ده مش ممكن يحصل. أصحابه يقولوا له أنت يا عم بتصدق الكلام ده؟ يروح يتفرج على فيلم يلقاهم بيتريقوا على الإيمان المسيحي. يروح يشتري كتاب يلقاهم بيتريقوا عن الكتاب المسيحي. يروح يتفرج على التلفزيون يلاقي الدنيا كلها عمالة تخبط في يوسف وعقل يوسف تقول له اللي انت سمعته في مدارس الأحد غلط. هل معقول ان كل الحيوانات تدخل في الفلك؟ ده كلام مش معقول، مع انه كان لازم يقول لهم ايه حجم الفلك وايه حجم الحيوانات، هو ما عرفش كده في مدارس الأحد. عمالة القنابل دي تخبط في مخ يوسف، يا عيني الراجل اتهرى. يجي بعد كده برضو يقولوا له معقولة طبقات الأرض دي ممكن تتكون بسرعة مش عبر ملايين السنين؟ عمال برضو كل ده يخبط في مخه طول الوقت. عملوا لي يقولوا له هل معقولة يكون في طوفان عالمي؟ ده مستحيل. هل في مية تكفي؟ طب المية راجت منين وراحت فين؟ عمال يوسف يتخبط طول الوقت بالأفكار دي. بص يا يوسف، الموضوع الطوفان ده كله دي قصة بيحكوها لك في مدارس الأحد وتنساها بعد ما تطلع، وتعالى نلعب كورة وانسى الموضوع. وعمال يوسف يتخبط. المية طب جت منين يا جدع تقولي؟ مع أن 70% من الأرض مية، بس هو ما يعرفش يوسف، ما حدش قاله في مدارس الأحد. وبعدين يفضل يتخبط، يقولوا له طيب بص بقى، الخلاصة أن الكتاب المقدس ده مش صح، وانت روح الكنيسة شوية اتعلم شوية كلام واحفظ شوية ترانيم وخليك ولد مؤدب وكده مية مية. دي أكتر غلطة عملناها في حق يوسف الصغير.
يوسف الكبير الحمد لله ممتاز. فقعد يتخبط يتخبط والأنابل شغالة، فيكبر يوسف شوية والصورة اللي كانت في ذهنه من مدارس الأحد تبتدي تتحطم من القنابل اللي عمالة تتضرب على يوسف. يقولوا له أن يونان كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، ونقول له بس آمن بالرب يسوع. طبعا أهم حاجة الإيمان بالرب يسوع يا جماعة، بس إحنا إيماننا مبني على علم، على الكلمة التي هي أثبت. الإيمان أساسي في حياتنا مع الله طبعا، لكنه مبني على أسس، وإحنا بنتكلم في الأساسات دي. يوسف لما يكبر شوية وعنده إرادة يقول لك لا بصوا يا جماعة، أنا سمعتكم بقدر كافي، وأنا هطلع وأسيبكم وأعمل اللي أنا عايزه، وينسى الكلام اللي أنا تعلمته في مدارس الأحد، لأن معلمناهوش صح عن العهد القديم هيرفض الصليب وهيرفض الفداء وهيرفض أن يرجع للرب. تعال نعلم يوسف صح. يوسف بعد ما المدرسة حضرت المؤتمر هتروح تدرس طوفان نوح بطريقة مختلفة تماما. عليها نمرة واحد تقرأ النص، لأن مرات إحنا بنحكي حكاية عن حكاية عن حكاية، لازم تقرأ النص. بعد ما تقرأ النص تحاول تفهمه، لو ما فهمتهوش في كتب وفي حاجات على اليوتيوب وفي ويب سايتس ترجع له، تمام؟ بس اوعى تدرس من غير ما تكون تعرف، لأنك أنت بتضر اللي بتدرسه. فتعلمه عن طوفان نوح وحجم الفلك وحجم، وهتلغي من مخه الصورة القديمة. هتعلمه أن الحيوانات كلها كان ممكن تدخل وكأجناسها، والكلام اللي احنا تعلمناه خلال المؤتمر. هتعلمه أن كان في مية كافية ومية تكفي وترجع. هتعلمه أن طبقات الأرض ممكن تترسب بسرعة. هتعلمه أن الحفريات ممكن تحصل بسرعة. هتعلمه أن الديناصورات لا تمثل مشكلة في تاريخ الكتاب المقدس. عارفين عملت إيه؟ خلت الكلام اللي في الكتاب المقدس يرتبط بحياة يوسف اللي بيشوفها كل يوم، إنه real history، إنه تاريخ حقيقي. فيوسف ساعتها يبقى عنده anti missiles، هيكون عنده حاجات يقدر يدافع بيها عن إيمانه المسيحي، ويبقى عنده لما يسألوه الأسئلة دي هو هيعرف يرد عليها. يوسف لما يكبر ويتجوز هيجي الكنيسة ويجيب عياله معاه، لأن إحنا بنفقد الأجيال، لأن إحنا مش بنعلمهم الكتاب المقدس للأسف. فاكرين دكتور فريد ذكر في مرة أن في كتاب اتكتب بيقول إحنا بنفقد الناس لأني بنعلمهم أن الكتاب المقدس صح وحرفي. لا، هو العكس صحيح، إحنا بنفقد الناس لأنهم بيشكوا في كلمة الله الصادقة. ده الفرق الشديد. عشان كده لازم نبني تفكيرنا على كلمة الله الصادقة، وده الهدف من المؤتمر. أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا به. شكراً. شكراً. أنا كنت عايز نقضي الوقت في الترنيم، لكن في سؤال، فطبعاً أنا مستعد أخذ السؤال. ممكن في مايك؟ في سؤالين، واو، وثلاثة، أربعة، خمسة. طب نعمل مؤتمر تاني؟ أوكي، رايت، من فضلك الميكروفون، تفضل. حضرتك ذكرت أن الحياة تبدأ من حياة، وان لويس بالسير اكد ان الديدان اللي جت على قطعه اللحمه دي من خلال بيضات صح بتاعت الذبان. صح. طيب ايه تفسير العلمي للجسد بعد ما يتوارى تحت التراب عليه 2 متر تراب ويجي الديدان ياكله، بعد ما ياكله يموت؟ تمام، شكرا، اتفضل استريح. الحياه بتاتي من حياه، لكن لما بنموت بيحصل ايه؟ بتنفصل الروح عن الجسد. الجسد ده بعد كده بيفقد الحياة، بيبقى مات. فلما يموت بيتحلل، فلما يتحلل بتاكله الديدان، وبيحصل فيه حاجات تانية كتيرة مقرفة مش عايز أقول لك بتحصل إيه. الديدان جت منين؟ الديدان دي كويس السؤال، شكرا إنك وضحت. الديدان جت منين؟ الديدان جت من مبيضات، لأن الله برضو خلق الحشرات على فكرة. دي نقطة جميلة بس مش هقدر أدخل فيها بالتفصيل. الله خلق البكتيريا. احنا نقول ليه ربنا يخلق بكتيريا؟ ما دي حاجه وحشه. لا، 90% من البكتيريا مفيد، 10% باثوجينيك. احنا ما نقدرش نعيش من غير بكتيريا. ففي حشرات وفي ديدان، ودي مهمه جدا للارض عشان نقاء الارض. في حاجه اسمها ايكولوجي. الايكولوجي دي ان كل المكونات اللي الله حطها في الخليقه بتتفاعل مع بعض علشان تمشي الامور. يعني مثلا لو ما كانش في نحل، احنا ما بنحبش النحل بيلسعنا وبتاع،
ما كانش هينقل البولنز دي من زهرة لزهرة ويحصل التلقيح ويحصل ان في ثمار مستمرة. فالله خلق الديدان تمام من بويضات. تمام اتفضل. لا 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 معلش نسمع بالميكروفون هنا من فضلك. يا اتفضل. في بعض انواع من البكتيريا النافعة بتبقى في الامعاء. ايوه هي دي اسمها بكتيريا التحلل، هي اللي بتحلل الجسد بعد الانسان ما يموت. ده واحد منهم طبعا، احنا مليانين بكتيريا. شكرا ليك. تمام. طيب في سؤال تاني. طب اتفضل هنا. حاضر. وفي سؤالين عند حضرتك هاخدهم قبل ما الوقت يخلص اؤكد لك ذلك. اخونا وبعدين حضرتك على طول. لا معلش لا معلش حاضر، بس الاخت لازم. اتفضل يا دكتور. هو تعليق على انه مفيش حياه الا من حياه، نقدر نلخصها في كلمتين: لا حياه من لا حياه. وده ليها تطبيق روحي وعملي مهم لنا جدا، انه لا توجد حياه ابديه او لا توجد الحياه الابديه الا في الرب يسوع المسيح. الله قصد ان يعطينا هذه الحياه الابديه، ولذلك عندما اراد ان يعطينا هذه الحياه الابديه لم يكن هناك وسيله الا انه يعطينا ابنه الذي فيه كانت الحياه. وده بيلخصه يوحنا 3:16: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. في شهاده كتبها يوحنا في الرساله الاولى اصحاح 5، قال هذه الشهاده ان الله اعطانا حياه، وهذه الحياه هي في ابنه. جه بعد كده عمل ملخص في معادله من طرفين متساويين: من له الابن له الحياه، ومن ليس له الابن فليست له الحياه. وهذا يرد على كل اقوال المتقاولين والمدعين انه ممكن الوصول الى السماء بدون المسيح وعمل الصليب، وهذا مستحيل. شكرا. الاخت الاحسن، انا مش هعرف اخلص من المؤتمر لو ما سمعناش اسئلتك. معلش يا تفضل. يا وده هيكون اخر سؤال معلش عشان يبقى عندنا فتره ترتيب ننهي بيها المؤتمر. في تكوين 1 عدد 11 بيقول: وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الارض، وكان كذلك. تمام. بعد كده في تكوين 2 بيقول في عدد 5: كل شجره البريه لم يكن بعد في الارض، وكل عشب البريه لم ينبت بعد، لان الرب الاله لم يكن قد امطر على الارض ولا كان انسان ليعمل الارض. هنا دلوقتي انا يعني متشتتة في رأيين. هل الله هنا دي مثلا مجرد فكرة عامة وبيقول ان هو انبت الارض عشبا وبقلا، وبعد كده دي مجرد مثلا بذرة وبعد كده كان مستني الامطار ان هي تمطر علشان تنبت تاني، ولا ده اصلا يعني كانت لسه ما انبتتش والبذر ده يعني عشب بقلا يبذر بذرا، يعني العشب نفسه ده فيه بذر يعني بيطلع بذر، يعني فيه بقول منها نفسها بتطلع بذر. تمام. بصي، هو في عشب وفي بقل، فدول حاجتين مختلفتين. خليني اشرح لك. اتفضلي اسرحي. السؤال ده سؤال ظريف، بس طبعا كنت اتمنى في بدايه المؤتمر مش في نهايته، لكن هقوله بسرعه جدا. الرب خلق النباتات في اليوم الثالث لما بعد لتظهر اليابسه، وخلق النباتات، والنباتات خلقها انها بتطلع وفيها بذر كجنسه يطلع الاجناس المختلفه. ده الخلق بالكلمه، لكن ده هياخد وقت على بال ما يطلع ويتنفذ. لكن الرب في اصحاح 2 بيورينا انه غرس الجنه، غرس الجنه غير البريه. تمام. فهو غرس الجنه باشكار نمت بسرعه، لانه هيحط فيها ادم من يوم 3 ابتدت النباتات، يوم 6 هيخلق ادم، فيبقى عنده عايز يوكله، فلازم تكون في الأشجار. لم يكن إنسان يعمل الأرض بتوين من اليوم الثالث لحد اليوم السادس، لم يكن إنسان يعمل الأرض، ولم يكن الرب قد أمطر في المدة دي. لكن بعد كده في أفكار كتيرة أن المطر كانت موجودة قبل نوح. في ناس بتقول المطر بدأت بنوح، دي أبحاث شغالة جامدة قوي، لكن أنا بعتقد بيرسونالي أن المطر ممكن كانت موجودة قبل نوح. تمام. فده في الرأي بين أعشاب البرية وبين الجنة، غرس الرب الإله الجنة، فدي كانت كاملة ومكتملة.
وخلي بالك بقى البرية ده هياكلوا فيها الحيوانات والطيور وهتبقى شغلانة كبيرة. دي بروسيس لأنه لم يكن الإنسان ليعملها. الإنسان ليعملها من أمر الرب أنه يعتني بالجنة وبالخليقة. أنا هقف عند كده وبشكركم مرة تانية. رب يبارككم. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا رب يوم ورا يوم. بتسود برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا بعد. برفع برفع اسم إلهي عالي، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود، ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا ويظهر
اسم إلهي